دكتورة، لما نيجي نتكلم عن برنامج أهل مصر والهدف من برنامج أهل مصر، إيه آليات تنفيذ الأهداف دي وإيه هي الأهداف؟ في البداية البرنامج طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس، ومن البرامج المهمة جدا اللي وزارة الثقافة بتعملها بوعي شديد جدا، لأن احنا عندنا ولادنا من المناطق الحدودية دول هم خط الدفاع الأول لبلدنا. فعشان اقدر ابني خط دفاع قوي لازم ابني الشخصيه بشكل قوي، لازم اعمل بينهم بعض ربط، يبقى هيحسوا ان هم فعلا اهل مصر، لازم يحسوا ان هم مش اقل من اخواتهم في القاهره صحيح وببعد المسافه او غيره، فلازم يحصل بينهم بعض دمج ولازم يحسوا ان هم اهل مصر فعلا، احنا كلنا نسيج واحد. جات الفكره من هنا ان احنا اولادنا كلهم نجيبهم في ملتقى لشباب، واحنا عندنا اهل مصر، مشروع اهل مصر ثلاث فئات، عندنا الشباب والطفل والمرأة. طبعاً إحنا كان معانا في معرض الكتاب الشباب، هي فكرة إنك أنت تبني الشخصية، تكتشف مواهبهم، تكتشف مهاراتهم، تنميها لهم، تديهم الثقة في نفسهم، إزاي يقدر يستثمر في نفسه، وإزاي يقدر يبقى شخص فعال وفاعل في المجتمع بعد كده. لأن هما في منهم كتير، وإحنا لنا تجارب ناجحة مع أولادنا، إحنا شغالين المشروع من 2018 مع الطفل، وبدأنا 2019 مع الشباب. ففي نماذج ناجحه جدا معانا في المشروع، اطفال كانوا معانا في 2019 بقوا معانا في 2023 و2024 شباب. وهم نفسهم بداوا يحكوا التجارب بتاعتهم، ان هم قد ايه الملتقيات دي واسابيع الدمج دي غيرت في شخصيتهم وفي تكوينهم الشخصي وتفكيرهم كمان. فكره ان هو كان بيشوف الاخر برؤيه تانية، وبعدين اتعرف على الاخر ده وتعامل معاه، فبقى يشوفه بعين الحقيقه، بعين الفعل، بعين ان احنا عشنا مع بعض وتفاعلنا مع بعض.